قناه وموقع القنيطره 36، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج الحصيله الرياضيه. هذا البرنامج لتسلط الضوء على نتائج بطوله القسم الثاني وكذا تحليل مباريات النادي الرياضي القنيطري مع تقديم جديد الكاد. كما هو معلوم اجريت الدوره 19 من بطوله القسم الوطني الثاني. هذه الدوره اسفرت على النتائج التاليه: الاتحاد القاسم يفوز على الوداد 8-3 مقابل هدفين، الاتحاد زمرك يتعادل امام شباب بلقرير بدون اهداف، اولمبيك تشيرا يتفوق على النادي الرياضي السالمي بهدفين دون رد، شباب قصبة تادلة ينهزم في ملعبه امام وداد فاس بهدف دون رد، لقاء القمة اللي تجرى بين نهضة زمابرة والراك انتهى بدون اهداف، جمعية سيرا يسحق شباب اطلس خنيفرة بثلاثية بيضاء، المغرب الفاسي يتفوق على رجاء بني ملال بهدفين دون رد، والنادي الرياضي القنيطري يهزم شباب المسيرة بهدفين لصفر. على ضوء هذه النتائج اصبح الترتيب على الشكل التالي: بالنسبة للصف الأول نهضة زمامرة 37 نقطة، في الصف الثاني رجاء بني ملال 31 نقطة، في المرتبة الثالثة النادي الرياضي القنيطري 30 نقطة، في الصف الرابع والخامس المغرب الفاسي والراسينغ البيضاوي 29 نقطة، أما المرتبة السابعة والثامنة فمناصبة بين أولمبيك التشيرة ووداد أتمارة 24 نقطة، في الصف التاسع والعاشر الاتحاد الزموري للخميسات والنادي الرياضي السامي 23 نقطة، في المرتبة 11 وداد فاس 22 نقطة، في الصف 12 شباب خنيفرة أيضا 22 نقطة، أما المرتبة 13 فيحتلها شباب بلقرير، والصف 14 شباب المسيرة ب 19 نقطة، أما الصف ما قبل الأخير فهناك الاتحاد الرياضي القاسمي ب 18 نقطة، وفي المرتبة الأخيرة شباب متادلة ب 14 نقطة. يرافقني في تحليل نتائج مباريات القسم الثاني الزميل الصحفي براديو ام اف ام السيد عمر شباخ. مرحبا سي عمر شباخ. مرحبا سي محمد البحري، مرحبا سي حبيب مخرج الحلقات، وتحيه لمتابعي قناه كينيدرا رانسيس. سي عمر شباخ، يعني على ضوء النتائج الدوره 19 بطوله القسم الثاني، يعني البطوله اشتعلت اكثر خصوصا يعني بعد فوز فريق المغرب الفاسي على صاحب المرتبه الثانيه رجاء بني ملال، بحيث انه ولو هناك مجموعه من الانديه التي تطمح من اجل كسب بطاقه الصعود للقسم الثاني، كذلك يعني هناك مباراه اخرى لوفوز فريق اتحاد سيدي قاسم خارج القواعد على وداد تمارا، هذا اشعل كذلك مؤخرا الترتيب، بحيث ولو يعني مجموعه ديال الفرقين يدخلوا في دائره الخطا. التحليل ديالك استاذ عمر لهذا الدور. اسمح لي، راك تذكر ان غير التحليل في الحلقه الاولى كنا تنبهنا ببعض النتائج وكنا كنتمناو ان تحصل، وبالفعل حصلت، وهي مثلا فوز ديال المغرب الفاسي ولو انه اصبح كيشكل على النادي القنيطري واحد القوه ضاغطه، ولكن كيف ما كان الحال انه زعما نفعنا في هذه المرحله لان النادي القنيطري استطاع يوصل كما تنبهنا للمرتبه الثالثه، لان فريق المغرب الفاسي كما ذكرنا فاز على رجاء بني ملال، وكنا كنتنبؤوا كذلك بان فريق ديال الراك حتى هو كنا كنتمناو يخسر كنا التعادل، ولكن كتبقى المستفيد الاكبر في هذه الدوره هذه المغرب الفاسي النادي القنيطري، وكما ذكرتي في المؤخره الاتحاد القاسمي، وهذه مقابله كانت بين انديه ديال وسط الغرب، كنا تنبأنا ان غالبا كنا كنقولوا تنتهي التعادل، ولكن الانتفاضه ديال الاتحاد القاسمي اللي كتعرف ان مع تغيير اي مدرب كيجي له ديكليك، هذا ديكليك جا لسيدي قاسم، نتمنى من الفريق القاسمي يستمر في حصد النتائج الايجابيه ان شاء الله. سي عمر، متصدر نهضة زمامرة في تراجع كبير، التعادل الخامس على التوالي وبدون توقيع اي هدف، هذه النتيجه ديال الدوره 19 سي عمر يعني اسقطت اطاحت
بمدرب حكم. حكي لنا. نعم، كما ذكرت لك في الحلقه السابقه كنت عندي اتصال قريب مع الناس ديال الزمامره، لان زميل صحفي معنا في المحطه الاذاعيه وكيشرى رئيس منتدب ديال فريق الزمامره، ومن خلال الوقت كنستقي عده اخبار في تم الفريق. ففي ظل النتائج اللي ذكرت لي خمسه ديال التعادلات التاليه، فريق وصل 10، يعني دابا 10 تعادل، فكتب المسير شيء أقل المدرب على النتائج، لا بل هو قلنا بأمور انضباطية كتبقى الشعور الداخلي ديال المسؤولين أن أمور داخلية عندهم أمور انضباطية، المهم ماشي على النتائج. كان هناك عدة تدخلات، عدة هذا باش زعما الناس يستمروا مع هذا، ولكن هو ما نعرف بحال نقولوا اوتر بارتيز بحال لا عجبو راسو، قال لهم انا باغي نبغي العقد، وبهذا لو تيرم انه حتى هما قالوا له تعطلتي، لان راه حنا كنبدلوا سته المدربين تقريبا في العام تراك تعطلتي، اذا فريق زمان راه يشرف عليه بالعربي، هذا بالعربي اللي كان هو المدرب المساعد، انا ما كنقولوش قائد المدرب ما كنقولوش الادجوا، هذا مدرب مساعد واللي كان مع بن شيخة وكان مع بجديده وفي طنجة ومع اللاعب السابق ديال الرجاء البيضاوي تيجاني المطاوي، يعني هما اللي غيكملوا المسيرة. أن كما ذكرنا المسؤولين ديال الزمامرة أن كانت شي صراعات بين المدرب وبين بعض اللاعبين الأساسيين اللي ما كانوش كيدخلوا في هذه المقابلات للخير. إذا أكيد في ظل هذا التغيير غادي يرجعوا ذوك اللاعبين الأساسيين اللي كانوا صنعوا النتائج الأولية ديال فريق الزمامرة، وربما كما ذكروا لنا كتكون عندهم انطلاقه من العيوب. ما يكونش ما تغيير في الظرف بالدجاج اللي بقى 11 دوره ما يقدرش اثر الفارق على ضد الزمامره. كما كتعرف زميلي سي محمد البحري ان لو ديكليك غالبا ما كيعطي نتائج في كره القدم. نسوق لك امثله، هذا الاولمبيك خريبكا وتعاقد مع رشيد طوسي جوج ديال الانتصارات المتتاليه، فريق الجيش الملكي بدل غير المدرب جوج ديال النتائج الايجابيه، المغرب الفاسي فاصل على هشام الادريسي جوج نتائج ايجابيه، فكنظن هذاك لو ديكليك كيمشي مع شي انديه ولكن ماشي زعما 100%، ربما يمشي مع خميس زمامرة ربما ما يمشيش معاه، كتبقى الفريق والونتوراج ديال الفريق المحيط الكامل ديال الفريق اشنو باغي. لحد الساعة هما متقدمين على الصف الثاني بستة ديال النقاط، يعني عندهم فارق زعما مريح، ولكن في ظل هذه الاستيقاظة سواء ديال النادي القنيطري أو ديال المغرب الفاسي، فهذان من زوج الأندية اللي كانت اللي بصراحة هما اللي كيستحقوا حاليا أنهم يصعدوا للقسم الوطني الأول. نمشيو للفريق النادي الرياضي القنيطري، فريق النادي الرياضي القنيطري حقق فوز ثمين على حساب شباب المسيره، وهذا الفوز ما جاش شفناه من شباب المسيره، يعني كان ند لند النادي الرياضي القنيطري بمدربه العزيز وترافو العزيز، دار شوط اول ممتاز. التقييم ديالك سي عمر هذه المباراه او التحليل ديالك لهذه المباراه كيفاش جاتها؟ فانا حضرت المقابله بداتها كاملة، فكانت أول مقابلة بدات واحد الهدوء، بدات هدوء من الطرفين بحال أن كل واحد كيتسنى الآخر شنو هو غادي يخرج. كان النادي القنيطري ينقص بعناصر أساسية خاصة اللاعبين ديال وسط الميدان بركا وسيمبرا وكذلك الظهير الأيسر بلجا لأسباب مختلفة سواء الإصابات أو اوراق الصفراء، ولكن هذا معناش ان اللاعبين اللي دخلوا قدموا عرض جيد. فمع توالي الدقائق بدا تهديد فريق التهديد، وكانت تدخلات ناجحه ديال الحارس الجديد مره اخرى اللي وقف سد مانع امام تدخلات امام الهجمات ديال فريق ديال المسيره اللي كان يعتمد على الحملات المرتده. الجولة الثانية فريق النادي القنيطري دخل أكثر عزيمة، كانت
كان ضغط خفيف في الاول واحد 10 دقائق ديال شباب المسيره على المره هذه الجديد، ولكن في حمله خاطفه حمله مرتده كومبوس كي ياخذ كره وكيتقدم بها الى المرمى كيتم الاسقاط ديالو والحكم كيعرض ضربه جزاء، ضربه جزاء لعبة الهدف. نمشيو سي عمر يعني نقطه تحول المباراه اللي هي ضربه جزاء واللي احتج على يعني مدرب هذه الشباب المسيره يعني احتجاج كان كبير وقوي جدا، تكتي حاضر في الملعب، هل ضربه جزاء صحيح؟ انا بالعاطفه غنقول لك ضربه جزاء احنا كنلعبوا في صفقه قدمنا، ولكن انا غير التعليق ديالي عشرت ان ضرب الزجاج، ولكن في ظل الاحتجاجات وظل الاحتجاج القوي ادى الى طرد احد اللاعبين ديال شباب المسيره وتصرف غير رياضي اللي جا من بعد كرة الاحتياط ديال شباب المسيره، فكان الحكام فيدراليا في الملعب والتجت لهم باش نكون اكثر مصداقيه، اش فهمت ودي راه بقى عندنا واحد الشكوك لان في حنا كنشوفوا ضرب الجزاء ربما شفناها بعاطفة، ولكن هاد الناس كيعوتوا كيقولوا باش ضرب الجزاء، ف الا جاكم على جرى خاطركم وزعما كانوا محايدين، لان هذا كنقول لك نظريا كاين واحد من بدر السي حمد البهمراني هذاك اكدنا ان ضرب الجزاء، حكام من خارج مدينه القاهره بصراحه اكدوا ان ضرب الجزاء صحيحه 100%. إذا ضربة جزاء صحيحة 100% وكانت هي نقطة تحول المباراة. نمشيو سي عمر الجمهور القنيطري أو الجماهير الخضراء، الجماهير الخضراء يعني لعبت دور كبير في فوز فريق النادي الكرة الجمهور. شوف الجماهير ديال أنا كنتكلم على الجماهير ديال المنصة المكشوفة، اللي بصراحة الناس هادو كما كنقولوا شابو ليهم لما كيقدموه من دعم قوي للاعبين، لان ما سكتوش 90 دقيقة، وهذا فيما الناس كتقول لك رابحة ولا لك خاسرة، الناس كيقوموا بالمهمة اللي كيجيو ليها، كيحبوا الفرقة ديالهم خاسرة ولا رابحة، القسم الأول والقسم الثاني دائما هاد الناس المساندة تحية لهم، بقاو كيشجعوا إلى آخر رمق من المقابلة. ودعموا اللاعبين ديالهم توصلوا للنتيجه، غير من رجعنا للهدف الثاني ديال النادي المغربي، فالهدف الثاني ديال النادي المغربي سجلوا لاعب والحمد لله من المدرسه ديال النادي المغربي، وهذا اللي ديما حنا كناديو ان شويه المسؤولين التقنيين يلتفتوا لبناء هذه المدرسه، بمجرد دخول تقريبا جوج ديال الدقائق كيسجل واحد الهدف بروحه المكان، انا الحارس خرج عنده لقى لاعب تقريبا واحد 15 ولا 20 متر جاب الشبكه وريحنا كاملين، هذا حاس كان تكلم اللاعب حسن الزريبي اللي من المدرسه اللي فرق المغرب. لاحظنا بان هذا اللاعب اللي هو لاعب شاب مميز وعنده مجموعه ديال تفرج يعني على مجموعه من المؤهلات التقنيه والبدنيه وقدم القوه، الموسم الماضي يعني كان تيشارك في جميع المباريات، الموسم هذا لاحظنا بان سميريا جاب تعتمد عليه كثيرا، رغم ان كل الجميع تقول بان اللاعب عنده مستقبل كبير في عالم كرة القدم. انا اللي ما فهمتش هو انا كنرجع لجوج المقابلات الاخيره اللي بغيت للنادي القوات كان حكوا عليه انه مازال القسم الاول، فكان المدرب صابر بالخوجه اللي خداها على حسن الجوي كان دار واحد سوليد دارام انه دخل مجموعه من اللاعبين ديال الامل ودمجهم ديك جوج مقابلات، ومن بعد حسن زريب كان يعني كنشجل شي اصابه في المقابله الاخيره ضد اظن قسم الدادله، وبان ان هذا اللاعب وبعض اللاعبين القرين اللي كانوا ديك لعب الامل انهم جايين، ولكن كيفاش تم الاستغناء عليهم ولا كتبقى نقطه استيفاء نقطه يقدر يجاوبوا عليها المسؤولين التقنيين اكثر منا، لكننا كنتمناو ان هاد اللاعبين ديال مدرسه القاهره يرجعوا للفريق، لان الكاكو كما باقي الانديه المغربيه عندها طابع خاص ديالها، ولكن في ظل هاد الظروف هذه الناس كتشوف ان اللاعب جاهز هو اللي يقدر يحقق المراد بين قوسين هو الصعود، وهذا ما نتمناه جميعا سواء باللاعب اللي خارج المنطقه او اللاعب المحلي. دوره بعد دوره كاميروني جوزيف كومبوس يعني تتألق بشكل كبير، المباراة الأخيرة وصل الهدف 15 و تتصدر البطولة الاحترافية الثانية،
اخبار سي عمر يعني تتاكد بان كومبوست مشى هو وكيل الاعمال ديالو للدار البيضاء وكلسوها رئيس وداد النادي الرياضي الوداد نادي الوداد وتم توقيع يعني عقد مبدئي بين الفريقين. شنو الاخبار اللي تنسمعتي في هذا الصباح؟ فاحنا دائما كنبقاو بالعالم افتراضي لكن كنشوفوا موقع ديال الوداد الرياضي كيكتب خبر كيقول فيه نجح رئيس الوداد البيضاوي سعيد النصيري في اقناع اللاعب كومبوست للتوقيع عقد مبدئي. كنشوفوا الجواب عن رئيس نادي بوينت الاستكانه بالعيد كروم في على جواب على احد المتدخلين من الجمهور يقول الخبر غير صحيح. هنا كنرجعوا للنقطه ديال التواصل، فالتواصل كون كان تواصل جيد غادي الجمهور ديال بوينت غادي يعرف. ما بغيناش الفيسبوك، الفيسبوك راه كيجبد غير الصداع على الفريق. بغينا هذا المكتب الجديد اللي فيه جوج ديال الاخوان صاحبين، فيه الزميل بن العيد وفيه السي سليكي المحقق الاعلامي. استبشرنا خيرا انه في بدايه الموسم كانوا كيعطيونا حتى المداخيل ديال الفريق في المقابلات، ولكن هذه السنه كنا قلنا نتمناو انها تستمر، واي حاجه وقعت يخرج بها ولكن الملحق الاعلامي ديال النادي زودوه بالاخبار ونسكتوا على هذا الخبر. واش كاين بصح ولا ما كاينش؟ انا في رايي الا كان هذا اللاعب غادي يجيب ميزانيه مزيانه للنادي فمرحبا، لان النادي يعاني. احنا المهم يكمل معنا الموسم وان شاء الله يكون خير ان الفريق يصعد، وربما ديك القيمه الماديه ديالو الا عرفت الاداره التقنيه كيفاش تقلب راه تجيب 4 ولا 5 اللاعب بالقيمه ديال اللي غيقدر يمشي بهذا اللاعب، وهذا اللاعب اللي جاي من الكاميرون راه جاي باش يحسن الوضعيه ديالو. وذكرتها لك في الحلقه السابقه ان هي يعطيو شي حاجه زايده راه ما يفكرش في الكاميرون. دابا حاليا مشكور كيقدم داكشي اللي عليه، هو انا احسدو على واحد الهدوء اللي فيه داخل الملعب، ان اللاعب كيتسنى جميع لي زوكازيون باش يسجل، ولحد الساعه مسجل ولا 15، نتمناو ليه انه يزيد، ولكن غير واحد القضيه خص الجمهور يعرفها، راه كومبوز سجل 15 هدف 19 دوره، فاسمع البوساتي سجل 11 في الاصابه في جوج الماتشات. حسين هي واحد السيد سيمان هذا السيد خاصه كانت نادي القدر انتظرت بشي 11 لواحد ولا بارتي من 3 سمعوا المركز 6 ومركز 5، وفي هذاك السنه راه ما عمر شي واحد غادي يوصل للرقم اللي فيه الوسادي. هذا كان هذا القسم الثاني وهو 46 هدف اللي سجل مع الوسادي في القسم الثاني في الموسم ديال 75 76. يعني كنتمناو مسيره الكومبوست حتى هو انه يحقق على الاقل شي رقم اللي يبقى حتى هو في تاريخ ديال النادي المغربي. ومحمد البوساتي وهداف كل الازمنه بحيث ان الرقم ديالو مازال صامت لحد الان، تمكن من تسجيل 25 هدف. رجعوا المباراه ديال النادي القنيطره، يعني المباراه ابكت طرفان واضحك الطرف الاخر. شفنا العزيز يعني حزين جدا ومنفعل واتهم يعني الحكم بالتحيز، وبالمقابل شفنا سمير يعيش يعني خارج وابتسامه على المحياه، بالمقابل حتى رئيس الفريق السيد العيد كروم شهد ومرفوع على الاكتاف. نعم هو العزيز فعل كثير زعما كلاعب دولي سابق، وخصو كان كنت متعود على المثل انه يكون هو اكثر هدوء من اللاعبين ديالو، لان اللاعبين ديالو تا هما راه مشاو عند الحكم وضربوا، ولكن التصريحات اللي خرج بها سي العزيز كنظن ان ما غاداش تدوز هكذاك، لانه تعرض بالاسماء المسؤولين سواء رئيس الجمعيه الامريكيه المغربيه لكره القدم او السي حتقى رئيس ديال المديريه ديال التحكيم، فكنبقى هذا اختصاصهم هما. اما بالرجوع للفرحه اكيد السي سمير يعيش غادي يكون فرحان لانه انتصر بالكره، ماشي انا ما كنرجع دائما الحكم على ما شفنا حنا حكم شاب قدم مباراه في المستوى جاب ديك ضربه الجزاء اللي قدمت، ولكن الحكم
كان قال الجوي لانه هو كان حجب عليه الرؤيه للمدافعين، ولكن اللي شاف اللقطه مزيان هو حكم الشوط الثاني. حكم الشوط الثاني كان شجاع ومباشره توجه جنب المرمى وعليه باش تما انتبه الحكم ان راه كاين ضربه جزاء سير بها، ما كنظنش ان كاين شي حاجه. اما الصوره اللي شفنا في التواصل الاجتماعي هذيك الصوره انا كنتمنى نشوفها في اخر الموسم، كنتمنى تواصلوا ونهزوا الرئيس ونضربوا باش يعرف التيران نضربوا به القنيطره كامله كاع. ونتمنى التوفيق للنادي الرياضي القنيطري ان شاء الله، والعوده مجددا الى القسم الاول المكان الطبيعي لفارس سابو. النقطه السوداء سي عمر يعني اللي تعاني منها موسم من الزملاء الصحفيين اللي هي منصه الصحافه يعني فيها غير الميم. فهذه منصه الصحافه فيها الصحافه الا الاسم. فراه ولا صالونج ما بقاش صحافه، لان الناس كاين اللي جابوا بداو وجلس حدانا، كاين اللي جايب ولادو وجلس حدانا، كنكونوا شويه مزعجين باش تكلموا بحريه ونقلوا المسائل كما هي، لان حداك واحد كيهضر ما عرفش علاش كيهضر، كتبقى تهضر كيبقى حاضر حاضر اش كتقول، دراري صغار كيتسالوا حدانا. هذا العلم ان المنصه الصحفيه عندها جوج بيبان. طلبنا مرارا المسؤولين ديال النادي القنيطري بشخص الملحق الاعلامي اللي هو مسؤول على، لان اللي كان يمشيو كيعطينا باج هذاك الباج علاش كيصلح لينا؟ ما انا ما فهمتش ذاك الباج علاش كيصلح مادام ان اللي جا كيطلع تما ما بلا حتى انا نجيو نطلع لا باج ولا الاخوان الزملاء الصحفيين. البارح المقابله ديال المسيره راه كاينه هناك صور يقدر نشوفوها ان غرباء على الصحافه جاوا سيمانة. حنا ما نقدروش نقولوا لهم عيب لان ماشي شغلنا، المتفرج مقطع وقته يجلس في المبغى، ولكن الى جا المتفرج ولقى ان هذيك كاين حاجز وكاين ناس كتطلب لك عندك الباج تفضل ما عندكش وقف غادي يوقف، ولكن مادام ما كاينش هذا الشيء فكنا على بلا حقيقه الناس ديال الامن وكانوا وعدونا انهم غادي يدخلوا في هذا الموضوع. كنا انا والزميل كريم شكري اتصلنا بالمسؤول الامني انا ذاك اللي كان في هذه المقابله انا كنت قريب هذا الشهر باش نعملها، ولكن في الشهر ولا شهر ونص بالضبط باقي الوضع على ما هو عليه. نتمناو يلقاو لنا حل. انا كنت عرضت على الاخوان واحد الفكره انهم ذوك العمارات اللي داروا ديال النادي يعطيونا حتى حنا الاخوان الصحفيين واحد ليطاج اللي يمكن نديروا بحال النادي ديالنا ونبقاو من تما حنا نخدم، غتكون اسهل عندنا لان تما ملي كتكون داخل ليطاج ديالك ما غاديش غتكون خدام باريحيه والجمهور اكيد راه ما كيوصلش لتما. تنعرفوا سي عمر بان الملعب هو ملعب بلدي يعني تابع لمجلس بلدي ما داش زعيم من الزملاء الصحفيين ويطرح الفكره على رئيس مجلس بلدي عبد الزيد. وهذا الشيء اللي طرحت على الاخوان غادي نديروا واحد اللجنه غادي نتوجهوا لمجلس البلدي المطالع. كنظن انا المجلس البلدي والسي عزيز رباح ولا سي بلقيسيه كنظن انه في ظل المشاكل اللي كنعاني منها ما كنظن انهم غايين يفتحوا لنا القلب ديالهم ويساعدونا في هذه القضيه. سمعنا سي عمر تاكد لنا الخبر في يعني مبادره ديال الحلاليين يعني اسحاق وهي ديال السي رضا بن محمود، سمعنا بانه يعني طامحه خاصه لاعبي النادي الرياضي القنيطري مباشره بعد نهايه المباراه ديالو امام شباب المسير. هو رضا بن محمود باش الجمهور يعرف هو واحد منخرط دائم جميع المكاتب. كما كنعرف ان رضا بن محمود منخرط تقريبا من 2006 2007 الى الان. رضا بن وحود انا كنشوف فيه مشروع مسير ناجح. اولا كمسير ديال الشركه ديالو ديال شركه ناجحه، هو كان دائما كيدير هذه السنه هذه فعلا خاص الناس كان دائما كيجيب مع انه غيعطي تبريم للعابه الى انتصر ولكن كانوا تعادلات. فات مره تصاب في المغرب وجا تفرج وملي شحال مطلوب فنفضلوا نخليه هو يقولها لان ربما كنسمعوا مبلغ ربما الاحسن نخليه هو يقول لنا المبلغ احسن. رجل مبارع بامتياز
يعني نبقاو ديما في مباراه الكاش. شكون اللي كان رجل يعني المباراه بامتياز؟ رجل المباراه بامتياز كان الحارس ربيع جليل بالنسبه لنادي المنطقه بصراحه. نمشيو السي رمضان يعني وصلنا للمحطه العشرين يعني الثلث الاخير ويكون حاسم. توقعات ديالك سي عمر هاد المباريات، المباراة الأولى شباب المسيرة يستضيف نادي الزمالك. نادي الزمالك غادي يفوز. شباب بن قرير الاتحاد الرياضي القصبي. بن قرير. نادي السامي اتحاد ميسات. اتحاد السامي، نادي السامي. رجاء بن ملاك ولا بيك تشام. هنا تعادل ولا بن ملاك. ديربي فاس، الوداد والنص. افضل النتائج الحالية اظن رشح المغرب يفوز. الراسينغ البيضاوي شباب قسم التعادل هذه قمة المتناقضة. الراسينغ البيضاوي. النادي الرياضي بن غير الحل إلى خنيفران لمواجهة شباب أطلس مصر. بغيتي النتيجة بالعاطفة ولا بالواقع؟ أنا النتيجة بالواقع، تنعرفوا بأن شباب أطلس خنيفرة يعني تعرض لواحد الهزيمة ثقيلة أمام جمعية 3-0، النادي الرياضي بن قرير فاز بسبب المسيرة، يعني ولات يطمح أكثر ولا بنقطة ما بينه وبين بني بلال كي بالعاطفة؟ بلا عاطفة بلا بالمنطق. لا بالعاطفة النادي القرير. وبلا عاطفة؟ النادي القرير. مسألة محسوبة، هذا هو المقابلة على هذه المقابلة اللي كان شي كما قال بكري السي حسين العين، إلا كانت هكاك لاعب الداخل كان يدير واحد طويل، إلا كانت لاعبة خارجة برا جوج طوال جوج جوج كبار. إذا تتوقع بأن فريق نادي القطر غادي يعود بانتصار من الخلافة؟ أكيد دزنا من المرحلة ديال النفق ديال التعادلات، دابا خرجنا إن شاء الله الانتصار. الشباب خلاص كنا في الملعب ديالو والجمهور ديالو. شوف هادي الكاك، هاكاك مباشرة. الكاك مع السي اكا. انا كنظن نفوز ان شاء الله في نادي القطري. عندي واحد اليقين. كنتمنى بصراحة كنتمنى نفوز لان باش نبقاو دائما راسخين في الكوكب ديال المطاردة ديال الفريق الاول او رجع بالمدينة. نتمنى الفوز لفارس ان شاء الله، وبقى غير الديربي شبه محلي جمعية سالا وداد تمارا. هذا وداد تمارا كما قلنا انا خسرت مع اتحاد سيدي قاسم المقابلة الماضية دي مقابلة التعادل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، تشكر كثير محلل قناة القنيطرة 36 السيد عمر الشباخ اللي رافقني في تحليل هذه الحلقه. شكرا سي محمد بهري، شكرا لمخرج الحلقات عزيز محمد عوصار، شكرا للمتتبعين الرياضيين لقناه كيليترا 36.